أكثر من 50 سنوات قضتها أم أحمد بالمدارس الحكومية ضمن شريحة المحاضرين والإداريين المجانيين. هذه المرأة التي تعمل بظروف قاسية هي المعيل الوحيد لعائلتها، وراتبها الشهري لا يتجاوز 180,000 دينار، حيث ناشدت قائلة: هاي 180 تجيبهن منا تحطن لي الأجار منا وبعدك مطلوب عليهن، يعني أجاري 200 أنا، وأنا أبدأ وديهن وعندي جهال، وأنا مرة مطلقة ما عندي كادود، بس أنا كادود لعيالي، ونريد من الله ومن الكاظم يسوي لنا صورة حال، لا من يحط لنا قطعة يا من بيت حتى لو كرفان يخلي لي، عيزت من هالحالة أنا عيزت ملت روحي، يعني لا وين هيك، أنا صار لي 6 سنوات أنا بالمدرسة أخدم وتو يلا طلع اسمه خوب لهذا، وهسه انطلنا يلا 180 وين تحطهن؟ بحلق من للأجار للماي للأكل للشرب وين تحطين؟ يعني ملينا، أريد من الله ومنكم تطلعون رواتبنا، عيزنا من هالحالة هاي كلها عيزنا من عندها. وتستمر تظاهرات المحاضرين بمختلف المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب إسوة ببقية الوزارات الحكومية. أما نقابة المعلمين في البصرة طالبت الجهات المعنية بإيجاد صيغة قانونية لإنهاء ملف المحاضرين. فنحن يجب على اللجنة النيابية المالية أن تضع تخصيصنا المالي الكافي لتعديل سلم رواتبنا أسوة بعقود الوزارات الأخرى. كبنات تنزل للشارع يا دولة من الدول، شفت بنية نزلت للشارع؟ ماكو بنية نزلت للشارع، كافي عينك لو بنية نزلت للشارع، ماكو ذمة، ماكو ضمير. والحكومة اليوم أن تجد صيغة قانونية لإنهاء هذا الملف من خلال الحذف والاستعداد، من خلال إيجاد درجات وظيفية لمن خدم التعليم أكثر من 5 سنوات بالمجان. وتبقى مطالب المحاضرين مركونة على رفوف النسيان عند مكاتب المسؤولين دون تحركات ملموسة بالفترة السابقة والحالية لحل مشاكلهم. للتغيير، يونس الرباعي، البصرة.